هات له سندوتش يا وحيد. مساء الخير واهلا بيكم ولقاء جديد من مصر النهارده. طبعا لازم ابدا باللي حصل في ماتش الزمالك الحقيقه. يعني انا رغم ان انا اهلاوي انما زعلت جدا ان الزمالك تعادل النهارده. وتوقعت لما اهلي تعادل ان الزمالك يكسب. طبيعي ان الزمالك يكسب لان الزمالك ماشي حلو جدا، في خطه، في مدرب شاطر، في فريق متحمس، فريق يقظ، فريق اتحسن جدا 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 الفتره الاخيره، استطاع ان هو ينتقل من المركز ال 14 للمركز الثاني بجداره. انما اللي حصل النهارده فيه ظلم مبين لنادي الزمالك الحقيقه. يعني ما ينفعش، هم بيقولوا لي الزملكاويه اللي هنا طارت ثلاث ضربات جزاء، انا بقول مبالغين شويه. انما انا شفت واحده. يعني شفت واحده كوره اللي هي في الاخر اخر خمس دقائق لمست ايد المدافع بتاع فريق اتحاد الشرطه. يعني حاجه صريحه جدا جدا. ما اعرفش التحكيم في مصر ناوي يودي الكوره لفين. ده طبعا مش معناه اللي عمله حازم امام صحيح، مش حازم امام برضه هو اللي طرد؟ طبعا ده مش معناه ان اللي عمله صحيح، ولا معناه ان الجمهور اللي عمله صحيح، لانه خلاص الحكم قال كلمته وانتهى الامر. لابد اتحاد الكوره يعني يحلل ويشوف، وكابتن محمد حسام اللي هو بيطلع في التلفزيون يحلل مواقف الحكام، لابد يشوفوا حل للتحكيم في مصر، لانه ما ينفعش كده فريق مجتهد زي فريق الزمالك، فريق كبير، فريق عريق، النهارده يبقى عنده اكتر من فرصه انه يسجل هدف من ضربات الجزاء ويتمنع من ضربات الجزاء بحجه الحكم ما شافش او الحكم ما عملش. انا مش بقول ان التحكيم متحيز اطلاقا، ما بقولش كده اطلاقا، ولا اقدر اقول الكلام ده ابدا، يعني ما اقدرش اقول ابدا ان التحكيم متحيز، لان التحكيم سيء لازم يتشاف له حل. مش معناه ان احنا نجيب حكام من بره، ندي دورات، بص ضربه الجزاء اهي معاك، بص كوره غاتب بالراحه اهي، شفت في ايده، مفيش كلام، اهي بص ايده مفيش كلام، والحكم لازق فيهم، بس يمكن تبقى الزاويه هو ما شافش ايده لان الزاويه مغطيها مدافع مهاجم نادي الزمالك، لكن في لايزمان بره بيشوف الحاجات ديت. فده في منتهى الظلم الحقيقه لنادي الزمالك النهارده. انا زعلت جدا 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 لانه نادي الزمالك يستحق الدوري هذا العام. وانا احكي لكم حكايه لطيفه قوي. جم سجلوا معايا في محطه النادي الاهلي، كانوا بيحتفلوا اظن بالقناه بقى لها سنه سنتين حاجه زي كده، فسجلوا معايا فماشي الحال، سجلنا وعملنا الحوار، وسالوني في الاخر مين اللي هياخد الدوري السنه دي؟ قلت لهم الزمالك. قالوا لي ايه؟ انت مش اهلاوي؟ قلت لهم ايوه، بس الزمالك يستحق الدوري السنه دي، لان الزمالك عمل نقله كبيره في فريقه، والاهلي متدهور جدا. الاهلي وحش جدا بقاله خمس ست سبع ثمان تسع ماتشات في أسوأ حالاته. تصوروا انهم شالوها في التسجيل. جم في الاخر الحلقه راحوا شايلين الحته دي من التسجيل. منتهى الديمقراطيه الحقيقه في النادي الاهلي. منتهى الديمقراطيه، راحوا شايلين السؤال كله بالاجابه بكله. قال لك ما ينفعش ان نطلع في محطه الاهلي واحد يقول يا اخي الزمالك ياخد الدوري. قال لا، مش انتوا بتقولوا كوره ورياضه وروح رياضيه؟ لما فريق يبقى متالق وبيلعب حلو وبيقسم حلو، وازاي ده الزمالك، ده مش فريق اي كلام، ده الزمالك بتاريخه. فالحقيقه لازم النهارده يبقى في موقف من التحكيم، موقف مره يتاخد بشكل حازم، مره يعيدوا ماتش، مره يشتبوا حكم. امال هيشتبوه امتى؟ يعني امتى اذا كان حكم فيه حسب ما بيقولوا الزملكاويه؟ انا ما شفتش الماتش كله، انا شفت الكره الاخرانيه دي بس. حسب ما بيقولوا اخواننا هنا انه ثلاث ضربات جزاء، يبقى الحكم اتشطب امتى؟ انا طبعا مش بنادي شطب الحكم ده، انا ما اعرفوش اسمه ايه حتى الحقيقه، ولا ليا في الكوره، بس ليا في فكره العدل، ليا في فكره الحق، ليا في فكره ان فريق مجتهد ويبذل مجهود كبير ياخد حقه. يعني الزمالك السنه دي عمل جهد جبار وعمل ماتشات حلوه جدا، وما كانش صح ان هو يتظلم الظلم ده، لانه ما كانش متوقع، لانه دلوقتي رجع الفرق بينه وبين الاهلي زي ما هو. بس الاهلي يستحق ان الفرق يبقى اقل، لانه كان النهارده لاعب ماتش وحش، الزمالك لاعب ماتش حلو، فريق كويس، فريق يعني متقسم حلو صحيح لعب وفن وهندسه. ارجو اتحاد الكوره من السيد سمير زاهر انه يتخذ موقف حازم وحاسم تجاه التحكيم، يبقى في جزع عشان الحكم التاني يفكر كويس قوي. مش بقول متحيز، لا، بقول ان هو سرحان في الماتش، مش مركز في الماتش. يعني ده يعني ما ينفعش. بس في نفس الوقت الجمهور التصرف اللي عمله ده مش لطيف. في نفس الوقت اللي التصرف اللي عمله حازم امام ضرب ايد الحكم، واحد من ضرب ايد الحكم مش عارف مين الحقيقه، بس الكارت الاصفر طار من الحكم، يعني هو طلعه كده راح واحد ضارب ايده كده. طبعا ده تصرف مش حضاري ومش اخلاق، ولازم اللعيبه يبقوا عارفين الحكم ما دام صفر انتهى الموضوع. تلجا بقى بانك انت تقدم شكوى، تلجا انك تقدم كذا، بس الشكوى دي لازم تفعل، مش كل ماتش يحصل فيه كده. الاهلي اظن في ماتش قريب برضه كسب بالاوانطه، بتضحكوا؟ كسب الاوانطه،
ايوه كسب، ما انا شفت الماتش ده، شفت جزء منه، كان عليه ظن دخل فيه جونين ما اتحسبوش، مش كده برضو؟ انا بقروي اهو، قروي نادر، انا دخل فيه جونين ما اتحسبوش، جونين برضو، مش جون واحد، جونين ما اتحسبوش، مش مجامله، ده ضعف حكام. فارجو ان تحدث نظره للتحكيم في مصر، لان ده المنفس الوحيد للناس اللي بتفرح فيه لما تاخد حقها في ماتشات الكوره، فلما تاخدش كمان حقها في ماتش كوره بضعف الحكام يبقى دي حاجه سيئه جدا. فريقهم بيلعب وحش خلاص مفيش مشكله، انما ضعف الحكام لا، ده في مشكله ولابد ان حد يلتفت اليها الحقيقه. المهم، قمر السينما العربيه السيده الفنانه الكبيره القديره الرائعه الرقيقه، يعني تحس انك انت قدام اميره كده يعني، وهي فعلا من عيله تركيه وصورنا في بيتها. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا طلبت من زميلتي العزيزه ميساء عارف ان انا نفسي اقعد مع عند رستم، واحنا بينا مكالمات تليفونيه اسعدتني بيها وشرفتني بيها، لكن ما التقيناش. واذا كان ممكن نسجل معاها تسجيل صوتي لانها مش عايزه تطلع على الشاشه، انا موافق ان احنا نعمل تجربه في التلفزيون جديده، ان احنا نسجل صوت ونحط على الشاشه افلام صامته كده، حركات للسيده الكبيره الفنانه القديره هند رستم. فميس الحقيقه بذلت مجهود وكلمتني قالت لي مدام هند موافقه، فاتبسطت جدا جدا. قلت خلاص هروح نسجل في بيتها وهي في الخلفيه مش باينه، وتورينا مثلا الاماكن اللي بتقعد فيها، الاماكن اللي بتشرب فيها شاي، المكان اللي بتفطر فيه، المكان اللي بتقعد تتفرج عليها في التلفزيون، هنصور الاماكن دي بس، وتبتدي تحكي لنا شيء من ذكرياتها وشيء عن احوالها اليومين دول، خاصه انها طبعا بتمر بحاله حزن، فقدت زوجها العالم والطبيب الكبير الدكتور محمد فياض. دكتور محمد فياض كان من احد علماء طب النساء والتوليد في مصر، كان راجل جميل جدا جدا ورجل رقيق، وبعدين من الدكاتره بتوع زمان اللي يقول لك ما فيش حاجه اسمها الطب فلوس. الطب مهنة شريفة، مهنة إنسانية، مهنة ملهاش علاقة خالص بجمع الثروة، ولذلك لم يجمع الثروة في حياته. هنتكلم بالتفصيل أكتر إن شاء الله يا مستر، بس عايز أقول لكم إنه باختصار ست ميساء عارف استطاعت إنها تقنع مدام هند، ورحنا لمدام هند على أساس إن إحنا هنصور صوت بس فقط. وبعدين دخلنا قعدنا استقبلتنا مدام بسنت حسن رضا، بنت السيده هند رستم الوحيده من المخرج حسن رضا. مدام هند رستم اتجوزت مرتين، المخرج حسن رضا، ثم اتجوزت الدكتور محمد فياض. قالت لنا انا حضرتكم مفاجاه ان ماما هتطلع 5 دقائق فقط. فقلت لها ده شيء عبقري، وقمنا فرحنا وزيطنا وانبسطنا جدا، وما كانش معانا غير كاميرا واحده لان احنا هنزور شطات كده. ابتدي بسرعه على طول اتصالات ساخنه، جبنا الكاميرا الثانيه ودخلنا بيت هند رستم وفتحت لنا الباب وشفنا هند رستم بعد غياب 40 سنة عن الكاميرات، أو ما يقرب من 40 سنة. لأول مرة الفنانة الكبيرة أمر الشاشة العربية تسمح لنا إن احنا نخش البيت ونصورها هي شخصيا، وتتكلم معانا وتحكي لنا ذكريات لطيفة جدا جدا، وتحكي لنا عن أحوالها دلوقتي ورأيها في الفنانين دلوقتي ورأيها في اللي بتشوفه في التلفزيون دلوقتي. واعتقد ان ظهور السيده هند رستم، انا مش من هواه اقول الانفرادات وننفرد ومش بحبش الحكايه دي خالص، انا بقول انها خصتنا بشيء، فانا بقدم لها خالص الشكر الجزير جدا 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 انها خصت اولا التلفزيون المصري، ثم برنامج مصر النهارده، ثم خصتني انا ثالثا فان انا اجري معاها هذا الحوار. اعتقد هتستمتعوا بيه جدا، احنا بنجهزه وبنعمل له مونتاج وبنظبطه، وان شاء الله هيكون ده سهره يوم السبت معاكم الفنانة الكبيرة قمر الشاشة العربية هند رستم. هتكون معانا إن شاء الله يوم السبت في الحلقة كاملة إن شاء الله للسيدة هند رستم، وبشكرها شكر كبير جدا 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 جدا، وبتمنى لها الصحة والعافية، وبقول لها أنا شاكر شاكر شاكر. خلاص، أنتوا طبعا عايزين تعرفوا إيه في حلقة النهاردة. في حلقة النهاردة كلام كبير وكلام خطير بعد الفاصل.